الدوش يا جماعه. بكام الكيلو ده يا عم؟ ده على ما هو كده 200 200 يعني 5 كيلو ب1000. مش عامل اي عروض والله. هنشوف الاداره. يعني 5 كيلو ب1000 صح كده؟ ممكن لو الكيلو ب200 زي ما انت بتقول يا معلم. اللحمة تفتح النفس والله ما عليها. ألف هنا على الهبل. رصة أطباق مصطفى. رصة أطباق مصطفى. ده الدوش يا جماعة. يا جماعة الخير. هي لحمة خشنة. أوي. مفروم مثلا. تبقى حلوة في المفروم أوي. كم كيلو عندك يا عم؟ دي 200 بالصلاة. 200؟ ما شاء الله. عاملين عروض جامدة أوي. ليه يا عم؟ دي السمانة. بتتعمل إيه؟ هي ممكن تعمل شاورما ستيك وفتيك كباب حلة أي حاجة في الشاورما. إيه رأيك فيها؟ هي جامدة في الشاورما. بعد كده دي منين بقى في العيد؟ دي بتبقى في الفخدة. ممكن نعمل منها شوية شاورما. ماشي عادي يعني؟ عادي يا باشا. اعملي كيلو. حاضر. بيعها بكام دي يا عم علاء؟ دي ب200 برضه. كيلو 1000 جرام على الميزان. اسعاركم ممتازه جدا. شكرا لحضرتك. دي يا حبيبي. بس حلوه كده. ارسل. انا بجيبهم جزارين تاني 220. ارسل.